السلام عليكم، مرحبا بكم في هذه الحلقه اللي غنهضروا فيها على اللاب فينال اللي غنخدموا عليه. كيف ما تشوفوا فهذه هي لا توبولوجي فيزيك اي لوجيك اللي غنخدموا عليها. عندنا هنايا 3 سيرفور، سو سون دو سيرفور ويب فيهم اوبونتو 14.04 سيرفر، ماشي ديسكتوب، حيت كاين دو فيرسيون، كاين فيرسيون سيرفر وفيرسيون ديسكتوب. الفرق بيناتهم هي ان فيرسيون ديسكتوب فيها الجوي، يعني فيها الجرافيك، فيها الجوي بارابور سيرفر ما فيهاش الجوي، فيها غير التيرمينال. وانا نقول لكم بانكم فاش بغيتو انستاليو تيليشارجيو الايزو ديال الجوي سون جوي ديال السيرفر اللي ما فيهش الجوي، كوم سا تقدروا تعطيوها 256 ميجا فرام ويخدم معاكم عادي. دونك بالنسبه للناس اللي ما عندهمش لي غوسوس يخدموا غير بدو سيرفر 256 ميجا دو رام في كل واحد، وهنا يديروا ان كليون اكس بي مثلا يعطوا هو 256 ميجا فرام خدام، والاف 5 يعطوا 1 جيجا. دونك هنا تقريبا عندهم واحد 2 جيجا ديال الرام اللي غدا عليكم من لي ريسورس ديال البي سي، دونك ماشي شي حاجه. بالنسبه لي انا كاين هنا 3 سيرفور اباش، عندي اباش 1 اباش 2 اباش 3 فيهم لي زادريس اي بي اللي هما هادو في لو ميم ريزو مع هاد الانترفاس هذا. عندي هنايا فهاد الكوتي سيرفر سايد كونيكشن عندي فيها فيلان 20 اللي لادريس ديالو هي 192.168.20/24 ديال هذا الريزو كامل. هنايا عندي دي كارت ريزو هوست اونلي، في دي كارت ريزو فيرتوال كرييتهم في في ام ورك ستيشن، غنوريكم كيفاش يتكرياو. المهم هنايا عندي في ام نت 4، في ام نت 5، في ام نت 6 هي مكونكتي لها هاد لي سيرفر. فهاد الجهه عندي في ام نت 3 هي اللي مكونكتي لها الاف 5 من الكوتي سيرفر سايد كونيكشن. سيلف اي بي ديالو هي 192.168.100، والفلوت اي بي ديالو هي 192.168.101. اللي ما عرفش هاد لي مو تكنيك شنو تيعني وهاد سيرفر سايد وهاد الشيء يقدر يرجع للفيديو اللي قبل من هاد الفيديو، غيلقى غادي يلقى واحد الفيديو تيهضر على لي مو تكنيك ديال الاف 5، هذاك الفيديو هو اللي شرح فيه ان سافي ديال كوالجي. دونك الكوتي الاخر عندنا كلاينت سايد كونيكشن معزوله في واحد الفيلان بوحديتها اللي هو فيلان 50، عندي فيه الاي بي ديالو 192.168.0/24، الاي بي ديال سيلف هي 192.168.100، الفلوت هي 192.168.101. عندي هنا ان كليون اللي هو غيتيستي لا كونيكتيفيتي لهاد لي سيرفور، الاي بي ديالو هي 192.168.50.2. دونك هاد الكليون كونيكتي في في ام نت 2. عندي هنايا الاف 5 في 3 ريزو، في 3 كارت فيرتوال بلوتو، اون كارت فيرتوال اللي هي في ام نت 0 بريدجينغ مع الريزو ديالي اللي عندي لاكسي ليها من البي سي كونسول، في ام نت 3 اللي غتكون هوست اونلي، في ام نت 1 حتى هي هوست اونلي، يعني هاد لي كارت ريزو كلهم اللي غنكريو هوست اونلي. يعني عندنا من في ام نت 1 حتى في ام نت 6. دونك دابا غادي نمشيو نشوفو الفي ام ورك ستيشن باش نشوفو شنو فيه. الوغ عندنا هذا هو الفي ام ورك ستيشن، غنجيو لهنايا. اول حاجه اللي بغينا نكريو لي كارت ريزو فيرتوال ديالنا، غنجيو للايديت فيرتوال نتورك ايديتور. دونك هنايا غيعطينا لي كارت ريزو اللي عندنا. عندي كارت ريزو 0 اللي هي بريدجينغ كيف ما تشوفوا هنايا، بريدجينغ مع الكارت ريزو ديالي ديال هاد البي سي، يعني نقدر من هاد البي سي اللي هو الكونسول البينغ على 192.168.123، دونك كنبينغ على البورد الماناجمنت اللي كنت هضرت لكم عليه في الحلقه اللي قبل. دونك كيف ما قلت لكم انا في في ام نت 0 اللي هي بريدجينغ مكونكتي على الكونسول اللي هو هذا ماناجمنت بي سي اللي هو هذا دابا البي سي اللي انا فيه دابا، فيا بيرو ا ديستانس هو هو البي سي ديال الماناجمنت، حيت نقدر نبينغي على الانترفاس اللي هي ديال اف 5 اللي مناش ناكسيديو باش ندير ليه الماناجمنت فيا ويب. دونك هاد الاي بي هي اللي عندي لها لاكسي من الريزو ديالي. كاين واحد الكارت ريزو في ام نت 1 اللي هي مكونكتيا ديريكتومون لواحد الريزو اللي غنقولو حنا هو ديال الاكستيريور اللي هو الكلاينت سايد، وكارت ريزو في ام نت 3 اللي مكونكتيا للانتيريور. دونك اللي جينا حنا شفنا الاف 5 هنا شنو هما الكارت ريزو اللي مكونكتي ليه، فوالا ها هو الاف 5، القاو 3 كارت ريزو، فوالا في ام نت 0 هي ديال البريدج، في ام نت 1 هوست اونلي، في ام نت 3 هوست اونلي. واحد القضيه غادي نفكركم فيها، فاش تبغي تكري لا كارت ريزو ديالك ضروري ديكوشي. دونك هنا عندنا لي كارت ريزو هما ديجا مكريين، احنا نديرو راسنا غنزيدو كارت ريزو جديده، غنديرو اد مثلا هادي هي الكارت ريزو في ام نت 7 هي اللي غنزيدو. ها باش نوريكم اكزامبل ديال كيفاش تزيدوها، ها هي الكارت ريزو تزادات، ضروري ديكوشي
هاد يوز لوكال دي اس سي بي سيرفيس تو ديستريبيوت اي بي ادريس تو في ام. يعني هادي خاصنا نحيدوها باش ما يديرش لنا واحد سيرفر دي اس سي بي هنا. هاد ليزادريس ما ديوش عليهم حيت هادو ديزادريس ديال دي اس سي بي، دونك حنا ملي ديزاكتيفيناه صافي راه ما عندو ما يدير. وتكوشيو هوست اونلي، ضروري هوست اونلي. عندكم تخلوها نات ولا بريدج ولا شي حاجه، ضروري خاصها تكون هوست اونلي. كوم سا راكم كليتو لك كاتريزو اللي غنخدمو بها. حنا هاد الكاتريزو ما عندنا ما نديرو بها، غندير ليها ريموف. حنا خدامين غير ديجا من زيرو حتى ستة. زيرو هي ديال الكونسول و ستة ديال الكاتريزو هما اللي ديستريبيو على لي ماشين اللي عندنا. دونك كيف ما قلت لكم ف هادي هي لا توبولوجي. دونك عندنا هنايا لي تخوا سيرفور معاهم ان بي سي كليون الاف 5. هاد لي تخوا سيرفور واخدين في ام نت 4، في ام نت 5، في ام نت 6. نقدروا نشوفوها دابا. فوالا اباش 1 واخد في ام نت 4، فوالا اباش 2 واخد في ام نت 5، اي اباش 3 واخد في ام نت 6. ولي جينا نشوفوا هاد الكليون اللي غيكون هو الكليون واخد في ام نت 2. دونك كلشي مكونفيغوري مزيان. فوالا دونك دابا غادي نحبس هاد الفيديو هنايا جو بونس. صافي بارك عليه، ولا نزيدو شويه. دونك نزيدو شويه نكملو تنوصلو 15 دقيقه. دونك دابا هاد لا توبولوجي هاي عندنا في الفي ام وير، ولكن كيفاش نطاشيوها لجي ان اس 3؟ هذا هو السؤال اللي غادي نجاوب عليه دابا. دونك عندنا حنايا جي ان اس 3 هو هذا، نحلوه اوتون كان يوزاتور اوتون كان ادمنستراتور. ضروري عندكم تنساو حلوه اوتون كان ادمين ماشي يوزاتور. هادي دونك اول حاجه غادي نسويتشيو كلاود. ها هي كلاود الثانيه، كلاود الثالثه. انا ديجا هاد اللاب مصايبو، انا دابا غنوريكم غير لي زيكزامبل كيفاش نكونفيغوريو. اما اللاب انا ديجا مصايبو، غادي نابلودي دابا. دونك نديرو الكلاود الاولى كونفيغ. هادي غنديرو حنا هي سيرفر، مثلا سيرفر اباش 1. الا جعنا لا توبولوجي وشفنا سيرفر اباش 1، شنو هي لا كارتيزو لي مكونيكتي ديال هي في ام نت 4 ياك. دونك غنجيو لهنا اون تو سامبلومون غنأجوتيو في ام نت 4، غنقلبو عليه هنايا. فوالا هاهي في ام نت 4، نكليكو فيها وندو ليها اد. من بعد نديرو اوكي، نبدلو ليه السيمبول نادو سيرفر. فوالا نبدلو ليه لو نو، غادي نسميو اباش 1. اوكي سالينا، صافي ها هو عندنا لاكسي لهاد السيرفر. نقدرو نحطو هنا ان سويتش ونكونيكتيو ليه السيرفر دابا. دونك هاي لا كارت ريزو في ام نت 4 كونيكتي ولا سويتش. دونك هاي كونيكت اون تو سامبلوم. دابا لا سيرفر ولا داخل جي ان اس 3 وكونيكتي الان سويتش. نفس القضيه غنديرو مع الكلاود الثانيه، غنمشيو غنقلبو على لا كارت ريزو ديال البي سي مثلا هي 2، غنأجوتيوها غنبدلو لي كونات دو بي سي ونسميوه كليون. ولكن دابا جي نسولكم، دابا الا بغينا نكونيكتيو جي ان اس 3 بغينا ناجوتيو الاخر الاف 5، هاد الاف 5 فيه بليزيوغ كارت ريزو ساهله. قديشو غنجيبو كلاود حتى هي، غنديرو لها كونفيغ، غنجيو للكلاود هنايا، غادي نرجعو لطوبولوجي. غادي نلقاو حنا ما عندنا ما نديرو بهادي، هادي ما ندخلوش لجينيس 3 حيت حنا بغينا ناكسيدو بها غير بالمانجمنت، ما عندنا ما نديرو بها. حنا نشوفو هادو. دونك عندنا في ام نت 1 و في ام نت 3 داكو. غنجيو لهنايا نقلبو على في ام نت 1، هي هادي اجوتي باردون ماشي هنايا. دونك شنو كنت كنقول؟ قلت بان عندنا هنا دو كارت ريزو في ام نت 1 و في ام نت 3. دونك غنجيو نسيبريميو هادي، ماشي هادي اللي خاصني اجوتي من هنايا. نقلبو على في ام نت 1، هي هادي ندو لها اد. من بعد نقلبو على في ام نت 3، دونك 1 و 3 فوالا 1 و 3 ندو لها اد. هامو لو عندنا دو كارت ريزو ندو لي اوكي، نجيو نبدلو لي السيمبول نادو مثلا نادو جيت واي باغ اكزومبل. نبدلو لي لو نو نوتو اف 5 اوكي، ونكونيكتيوه. ها هما عطاونا دو كارت ريزو. دونك لي كارت ريزو التالتة غتكون مكونيكتي لكوتي سيرفور. ها هي، ونجيبو ان اوتر سويتش. لي كارت ريزو اللولى غتكون كونيكتي لكوتي كليون صافي. ومن بعد نجيبو هذا غنحطوه هنا، نعطوه تا هو لا كارت ريزو ديال الكليون اللي هي واقيلا في ام نت 6 ولا ما عرفتش. المهم غتاجوتيوها حتى هي وتكونيكتيوه مع السويتش. ابخي غتزيدو دو كلاود هنايا اللي غيكونو هما لي دو تخوا سيرفور، لي زوطخ دو سيرفور. نتوما على حسب شحال دايرين وتكونيكتيوهم لهاد السويتش هذا. فوالا ها اللاب ديالكم كمل.
انا هادشي باش ما نضيعش فيه الوقت، هادي ديجا درتو، عندي ديجا اونغوجيستري في البيورو، ها هو دونك نحل لكم لا توبولوجي تشوفوها. فوالا هي هادي، عندنا 3 سيرفور، سويتش بي اس سي، هما اول جيت واي ديالنا. دونك نحلو نشوفو شنو كاين هنا. فوالا جو بونس عندي واحد الغلطة، ان هنايا عندنا فيلان 50 هو هذا، فيلان 20 هو هذا. دونك هنا خاصنا نقلبوهم، انا قلبتهم، فيلان 50 هو هذا، دونك انا غادي ندير 50، فيلان 20 هو هذا، دي هنا فيلان. دونك هذا هو اللاب ديالي، هو هذا اللي نخدمو عليه. دونك كلشي مكونفيكور بليزادريس ديالو بمسائل، اجوتي شو كيف ما وريتكم دابا في هذا الفيديو كيفاش اجوتي، صافي كرييتو. دابا راه عندنا لا كونيكتيفيتي، وباش نتاكدو غادي نبينغيو من هذا السيرفر هذا اللي هو اباش 1 على اباش 2، وغادي يدوز البينغ ان شاء الله. دونك غادي نجيو لاباش 1 هو هذا، نقول ليه البينغ لينا على اباش 2، نشوفو لادريس ديال اباش 2 شنو هي. اباش 2 هو هذا 23، دونك نقول ليه البينغ لينا على 23، بينغ 192.168.20.23، فوالا هو تيبينغ لينا. دونك تو فا بيان، ما يقدرش يبينغ لينا على الجيتوي ديالو اللي هو الفلوتينغ اي بي، ما يقدرش يبينغ لي، علاش؟ حيت مازال ما كونفيكوريناش الاف 5. دونك دابا هذا هو اللاب اللي غنخدمو عليه. هذا تقدروا ديروا ان بروجي، تقدروا تهضروا على اللود بالانسينغ في البروجي ديالكم، تهضروا على لا ديستريبيسيون دي شارج، على لي سيرفور. هذا راه سي ان سوجي تقدر تدخلوها البروجي ديالكم الا كنتو كتهضروا على دوطخ شوز وتزيدوا الاف 5 حتى تهضروا عليه، بوركوا با. دونك هنا فينا نحبس حتى الفيديو الجاي ان شاء الله، وغادي نكملوا لا كونفيك ديال الاف 5.